يا المنحرف يا الموكوس يا الموكوس وحابب في البداية ان احنا نصلي على سيدنا محمد ونشكر الله ونسيب لايك بسيط وتعليق جميل عشان نبدأ الشغل الاحترافي. والنهاردة بنتكلم عن فلتر الشياكة. طبعا الفلتر ده جميل جدا والناس اللي بتحب فلاتر العيد او بتصور في العيد ده الفلتر هيكون جامد خالص، وزي ما انتم شايفين في الصور حاجة اخر عظمة. بس ما ننساش رجالة اللايك والتعليق، عايزين نوصل النهاردة ان شاء الله لخمسين او ستين لايك، ويلا بينا. وزي ما شفنا الفلتر وعظمته نخش على اعدادات الفلتر. هنروح على اول صفحة وهي صفحة الاضاءة. هنحاول قد ما نقدر نشرح بسرعة عشان الوقت والناس اللي بتتابع عشان تشوف كلمة السر او تسمع كلمة السر. فهنخش على الاكسبوجر وهو الاضاءة خليناها سالب 2/10. بعد كده قللنا الكونتراست لمسالب 40 وقللنا الاضاءة الخلفية لسالب 80 عشان نبدأ نبين البشرة ودرجة البشرة، تمام. بعد كده رفعنا الشادو زي ما كل مرة بنعمل في الفيديو بتاعتنا، بنحاول نعلي درجة الاوبجكت او الشكل العام للصورة عشان الصورة تطلع منورة او الشخص اللي في الصورة يكون منور. بعد كده خلينا الوايت سالب 44 عشان لو في صور اضاءتها عالية او انت في الشمس فتبدأ الصورة تكون شكلها كويس. والبلاك موجب 25. هنروح على صفحة الكيرف. طبعا يا ريت ما ننساش نصلي على سيدنا محمد وذكر الله طبعا، ولايك كده تسيبولي على الفيديو يعمل معانا واجب. طبعا الكيرف مش صعب وخفيف جدا، كل عليك انك ممكن توقف الفيديو وتشوف الكيرف. وطبعا برضو بقول مش لازم نعمل الكيرف نصيا، ولكن نكون نفس شبه الكيرف، نفس الكيرف بتاعنا، تمام. هندوس دن ونروح على صفحة الالوان. هنخلي التمب موجب 16 عشان نخلي الصورة مايلة للون الاصفر. بعد كده دخلنا على التنت وخليناها سالب 15 عشان نعادل الكفتين. وقللنا الفيبرانس والستوريشن، خلينا فيبرانس سالب 16 والستوريشن سالب 30 زي ما انتم شايفين قدامكم. هنروح على صفحة الميكس. طبعا خلينا اللون الاحمر او غيرنا اللون الاحمر لسالب 51 والستوريشن موجب 40. بعد كده قللنا اللومينانس لسالب 25. رحنا على اللون البرتقاني، شايفين ان ما فيهوش ايديت كتير او حركة كتير، فخلينا هيو سالب 3 والستوريشن سالب 15 واللومينانس موجب 5. هنروح على اللون الاصفر، هنخلي الهيو موجب 7 والستوريشن سالب 62. ورفعنا الإضاءة للون اللومينانس، إضاءة اللون الأصفر أنا آسف، وخليناها موجب 50. وزي ما أنتم شايفين اللون الأخضر خليناه الهيو سالب 24 والستوريشن سالب 35، وقللنا الإضاءة بتاعته لسالب 43. ولو ركزنا في اللون الأصفر واللون الأخضر حاولنا نقلل درجة اللون بتاعهم عشان تبين التفاصيل، اللي هي مثلا لو احنا ورانا شجر أخضر أو لابسين تيشيرتات مثلا خضراء تبان إنها غامقة وشكلها جميل ولطيف في الصور، تمام. رحنا على الأقوى، خلينا اللي هو اللون السماوي، خلينا الهيو موجب 10 يعني قربناه للون الأزرق. بعد كده قلنا الساتوريشن لسالب 20 واللومينانس أو إضاءة اللون اللي خليناها 28. هنا احنا ممكن نلعب في الالوان في اللون الازرق، ممكن لو الناس بتحب الالوان اللي هي اللون السماوي ممكن تقلب اللون السماوي، بس الصوره ما فيهاش لون ازرق فمش هيبان درجه اللعب في الصوره، تمام. الساتوريشن سالب 11 واللومينانس موجب 43. ونروح على اللون الماجنتا، خلينا الهيو 36 والساتوريشن سالب 10 واللومينانس موجب 5. ما لعبناش كتير ونفس النظام في اللون الماجنتا. طبعا اللونين الاخر دولت درجات من اللون البنفسجي، تمام. هندوس دن ونروح على صفحه الافكت.
وكلمة السر هي 505. وزي ما انتم شايفين في صفحة الإفكت أنا ما لعبتش كتير، خليت الكلاريتي بس سالب 5، وحتى في الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة الديتيلز ما لعبتش في الألوان أو ما لعبتش في الشارب ولا النويز ريدكشن، عشان الصورة مش محتاجة إن أنا ألعب فيها كتير. ولكن لو الصورة بتاعت حضرتك عايز تزود فيها الشارب، عايز تزود الكلاريتي، عايز تزود النويز ريدكشن نعومة البشرة، كل ده قدامك. الفلتر من غير الإفكتين دول أو الشاشتين دول، عشان الفلتر محتاج إنك تعدل عليه شوية. وكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة او فلتر النهاردة. يا رب الفلتر يكون عجبكم، وما ننساش نعمل لايك للحلقة ونعمل كومنت او تعليق على القناة عشان القناة تكبر وتوصل لاكتر عدد ناس او الناس تستفيد من الفلاتر اللي موجودة عندنا على القناة. وشكرا، السلام عليكم.